السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأني أخواتي أحبتي في الله، إن شاء الله يعني سنكمل مع آيات سورة الملك، ولكن في الابتداء يعني أريد أن أذكر أو أنبه نتيجة بعض الأسئلة اللي بيسألونا إياها الإخوان مرة أخرى على معنى صفات الله عز وجل، وكيف تخصنا هذه الصفات، يعني ما هي علاقة الإنسان بصفات الله عز وجل. هذا السؤال يعني احنا أجبنا على هذا السؤال في دروسنا، ولكن كونه طرح مرة جديدة للتنبيه والتذكير إن شاء الله نجيب على هذا السؤال لأهميته. قلنا أن صفات الله عز وجل هي التي اتخذها عز وجل لنفسه، يعني مش احنا اللي اعطيناه الصفات، هو اتخذ لنفسه عز وجل هذه الصفات. وكل صفات الله عز وجل وكل صفات أسماء الله سبحانه وتعالى هي حسنى. الله سبحانه وتعالى كل صفاته حسنى، فهي من الحسن. وفائدة هذه الصفات إنما هي للإنسان، للمخلوق، ولا يضر الله سبحانه وتعالى الشيء ولا ينفع الله سبحانه وتعالى الشيء. يعني الله سبحانه وتعالى بصفاته لن يستفيد من هذه الصفات، هي صفات اتخذها لنفسه، ولن يضر بهذه الصفات، هي صفات اتخذها لنفسه. إنما هذه الصفات هي مصلحة لمين؟ للمخلوقات. فلما يكون سبحانه وتعالى هو الكريم، فالملك لا يزيد بذات الله وبعلم الله وبقدرة الله بشيء، ونقصان الملك أيضا لا يضر بذات الله وملك الله ومشيئة الله وباقي صفاته بشيء. فالمصلحة من هذه الصفات إنما هي للمخلوق. وهنا الأمر الهام والهام جدا الذي نريد أن ننبه عليه، أن الله سبحانه وتعالى أعطى البشرية سواء كلها بالتساوي الاستفادة من هذه الصفات. يعني ما في إنسان عنده حظ أكبر من إنسان آخر في مقدار الاستفادة، في مقدار الاستفادة. يعني إن أنت شئت أن تستفيد من هذه الصفات لك أن تستفيد منها، كلنا سواء في مقدار وفي إمكانية الاستفادة من هذه الصفات. وكمية الاستفادة من هذه الصفات ليس لها حدود. يعني لو سألنا كم كرم الله عز وجل، فليس هناك نهاية لكرم الله عز وجل ولا حدود لكرم الله. ولكن إن قمنا بالسؤال، السؤال الآخر، كم نحن نستطيع أن نحمل من كرم الله؟ هيك السؤال، قديش أنا بقدر أحمل من كرم الله؟ هذا السؤال. فنقول إنه مقدار حملي من كرم الله محدود، ومش بس إنه محدود، كل إنسان مقدار حمله من كرم الله يختلف عن مقدار حمل إنسان آخر. فما الذي يحدد كم نحمل من كرم الله؟ شو اللي بيحدد؟ عشان تقدر تفهم الصورة بشكل صحيح،
سنضرب مثال، يعني هذا المثال جميل سمعته اليوم كالآتي: افترض أن هناك نهر، نهر جاري، وهذا النهر له بداية ما له نهاية، يعني ما في إشي بوقفه، نهر جاري على باستمرار، وأنت أردت أن تأخذ ماء من هذا النهر. السؤال بسألك إياه: هل يضر النهر إذا أنت جبت كوب صغير، ولا جبت كوب كبير، ولا جبت حوز، ولا جبت إيش ما بدك عشان تعبي من هذا الماء؟ بضر النهر إشي؟ ما بضره. فأنت الذي يحدد كم تريد أن تأخذ من هذا النهر. هذا مثال بسيط إخواني، وكرم الله ماله أعظم، كرم الله أعظم. يعني الله سبحانه وتعالى علمنا إنه لو إنه البشرية جمعاء، الناس كلها جمعاء، اصطفت على صف واحد، واحد ورا الثاني، وكل واحد سأل الله مسألته، شو يعني طلب من الله عز وجل إنه يعطيه شيء، واطلب اللي بدك إياه. اطلب على سبيل المثال ذهب بحجم السماوات والأرض، اطلب فضة يعني بحجم العرش، اطلب نعم بحجم الماء اللي موجود تحت العرش، اطلب اللي بدك إياه. الله سبحانه وتعالى بقول لك اطلب اللي بدك إياه. وكل واحد فينا البشرية جمعاء من زمن سيدنا آدم إلى آخرها سأل الله مسألته، طلب طلبه، والله سبحانه وتعالى أعطاه. نسأل كم ينقص من ملك الله عز وجل؟ فنقول لا شيء. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شبه لنا الأمر كما إنسان يأتي بمخيط، يعني إبرة، إبرة من معدن، ويضعها في ماء البحر ويخرجها. كم أخذت من ماء البحر؟ كم أخذت؟ لم تأخذ شيء، لم تأخذ شيء. هذا ما نأخذه من كرم الله. فعشان هيك بنقول إنه أنت اللي بتحدد مقدار ما تريد أن تأخذه من كرم الله عز وجل. إحنا اللي بنحدد. والله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة خلقها درجات. احنا بنعرف الجنة 100 درجة اعلاها الفردوس الاعلى، وافضل المقامات هو المقام المحمود اللي هو مقام، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ان شاء الله هذا المقام. اخوان لو سألنا لما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيجلس في هذا المقام المحمود، فنقول ان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اجتهد بتقوى أن يأخذ من كرم الله ما مقدار ما يوصل إلى لهذا المقام المحمود. يعني هو اجتهد، وإحنا اجتهادنا كان أقل، فإحنا طلبنا من الله عز وجل هذه الدرجة. كل إنسان في الجنة سيجلس في مقام، في درجة معينة، هاي الدرجة اللي راح نجلس فيها يوم القيامة إن شاء الله إحنا وإياكم من أهل الجنة. لا نزكي أنفسنا، ولكن نأمل مما نعلم من صفات الله سبحانه وتعالى من الرحمة والكرم والعظمة أن يجعلنا سبحانه وتعالى من أهل الجنة نحن وإياكم بإذن الله. فإن جلسنا في مقاماتنا في الجنة، كل واحد جلس في مقامه، هذا المقام اللي أنت جلست فيه لما أنت فيه؟ بقول لك بكل بساطة هذا مقدار تقواك، هذا مقدار تقواك، مقدار التقوى اللي أنت نفذت فيها أمر الله عز وجل، هذا مقدار التقوى، هذا ما اخترته أنت بنفسك أن يكون مقامك. يعني أنت اللي اخترت مقامك، الملائكة إنما أجلستك في المقام اللي أنت اخترته لنفسك، في المقام اللي أنت اخترته لنفسك. فمقاماتنا في الجنة هي الدرجات اللي بنختارها بأنفسنا عبر هذه الدنيا اللي احنا عايشينها. الجنة إخواني إنما هي برحمة الله، هي رحمة من الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لم يسألك عليها عمل. وحتى في الدنيا إخواني، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام علمنا لا يدخل أحدكم عمله الجنة، يعني أعمالنا ما بتفيد، ما بتفيد في دخول الجنة. شو اللي بفيد؟ التقوى في هذه الأعمال. مش مهم أنا قديش وقفت أصلي أمام الله عز وجل، المهم قديش خشع قلبي وأنا واقف أصلي لله عز وجل. لربما صلى إنسان ركعتين فقط في حياته وقضى أماته الله سبحانه وتعالى بعد هدول الركعتين، ولكن كان فيهم من التقوى ما يرفع عن إنسان صلى لله عز وجل 100 عام. لربما، مين بيعرف؟ مش مهم قديش أنت زكيت، المهم قديش انت كان في قلبك حب في هذا العطاء، في انك انت تزكي وتخرج من مالك، قديش كان في عندك تقوى لما اخرجت
هذا المال، لربما إخواني درهم سبق ملايين الدراهم، واحد تبرع بدرهم واحد، فإذا هذا الدرهم في الميزان عند الله سبحانه وتعالى أفضل من ملايين الدراهم اللي تبرع فيها واحد آخر. ليه؟ لأنك أنت حطيتها بحب، بتقوى، أنك أنت بتتصدق لأنك بدك تطيع الله عز وجل. هذا المهم إخوان. فمقدار درجاتنا في الجنة إنما هو مقدار تقوانا، بمقدار تقوانا قديش أنا أتقي الله عز وجل بتكون درجاتي في الجنة. عشان هيك إخواني يوم القيامة شو اسمه؟ اسمه يوم التغابن. من أسماء يوم القيامة يوم التغابن. شو يعني يوم التغابن؟ يعني في اليوم اللي أنت بتصير تغبن حالك، شو بتقول؟ بتقول أنا هاي درجتي، وأنا هاي اخترتها، وأنا هاي كانت تقواي في الدنيا، ولكن كان في عندي قدرة إني أتقي الله عز وجل أكثر وأكثر وأكثر، فلما ضيعت؟ لما أضعت الوقت الهام اللي أنا كنت بقدر فيه أتقي الله عز وجل وأصعد أكثر وأكثر وأكثر في الجنة؟ ليه أنا ما كنت في صحبة الأنبياء والرسل؟ ليه أنا ما كنت في صحبة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ من منا إخواني لا يحب أن يكون بصحبة الحبيب عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ مين؟ لك القدرة إن شئت أن تخلص تقواك لله عز وجل بحيث تجلس مع صحبة في صحبة الأنبياء والمرسلين يوم القيامة. أخلص واتقوا. وهذه التقوى إخوان مقدار أنت تقوم بتحديده. الله سبحانه وتعالى من عظمته ومن واسع رحمته يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يعني أنا أستطيع أن أتقي الله عز وجل أقصى درجات التقوى، بستطيع، ولكن لما لا أفعل؟ إذا أنت ما اتقيت الله عز وجل التقوى المناسبة، السبب بسيط إخواني، إنك أنت ما قررت وما عملت على إنه تقواك تكون بهذا الدرجة بهذا المقدار. إخواني نقول أن التقوى هي خيار، أنت تختار مقدار التقوى اللي أنت بدك تتقي الله عز وجل. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى دائما إخواني، دائما أنا أبدأ دعائي وأقول اللهم آت نفوسنا تقواها، لأن هاي النفس من اللي ألهمها التقوى؟ الله عز وجل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني أن أتوجه باتجاه التقوى المناسبة، يلهمني أن أتوجه باتجاه التقوى المناسبة إن شاء الله. فأتقي الله عز وجل ما استطعت، أتقي الله عز وجل المقدار المناسب بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله إنه إحنا إخواني نتقي الله عز وجل التقوى الصحيحة والمناسبة التي ترفعنا في درجاتنا في الجنة، لأنه هذا ما سينفعنا، لن ينفعك شيء آخر. هذه الدنيا وما فيها كنوزها، مالها كله، ذهبه كله، فضتها كلها، كل نعم الدنيا لا ترفعك قيد شعرة في الجنة. شو اللي بيرفعك؟ فقط التقوى، تقواك لله عز وجل. وأسألك إخواني يعني كم تدفع؟ قديش أنت بتدفع لما تتقي الله عز وجل؟ قديش لازم يكون معك مال حتى تتقي الله عز وجل؟ يعني الرحمة من الله عز وجل إنه لما أنت بدك تتقيه مش شرط يكون معك ولا أي شيء، فقط تخلص وتقرر أن تتقي الله فتتقي الله عز وجل. ما بسألك عليها سبحانه وتعالى ثمن ولا مال. إحنا في الدنيا إخواني لما نشوف الناس رايحة باتجاه شغلة معينة شو منسوي؟ منحط حواجز ومنصير نبيع الشغلة هاي بيع بالمصاري نستفيد منها. الله سبحانه وتعالى بقول لك الشغلة الحقيقية اللي أنت تستفيد منها هي التقوى، وهي التقوى ما حدا بيقدر ياخد منك ثمنها. ما في واحد بيقدر يقول لك عشان تتقي الله ادفع كذا وكذا، هذا خيارك وفعلك أنت. فمعناه إخواني لما الله سبحانه وتعالى يقول وقل اعملوا، يعني بده إيانا نعبده، بدنا إيانا نطيعه. الطاعة إخواني والعبادة ليست
أمر الله سبحانه وتعالى يريد أن يتعبك فيه، مش إشي بده يتعبك فيه، مش إشي بده يرهقك فيه، إشي بده إياك تسويه عشان أنت تقدر تحرك التقوى في نفسك. يعني الصلاة، إذا أنت بدأت تصلي لربما أول الصلاة في بدايات صلاتك كنت أنت شو تسوي؟ تصلي لأنه أبوك بأمرك، إمك بتأمرك، بتشوف الناس حواليك بأمروك، ما بدك تخرج عن باقي الناس فبتصلي، ما بتصلي لله عز وجل. ولكن قليلا قليلا هذه الصلة اللي فتحتها بينك وبين الله شو بتسوي؟ بتبدأ تدخل في قلبك وتعشش، وبتقدر بتبدأ تنور هذا القلب وتبين لك التقوى، فتبدأ تتقي الله عز وجل وتصبح صلاتك لله. ومش بس هيك، وتبدأ صلاتك تنهاك عن الفحشاء والمنكر. فالله سبحانه وتعالى بده إيانا نقوم بأعمال العبادات حتى نصل إلى التقوى الصحيحة والمناسبة، لأنه هذه التقوى الصحيحة والمناسبة شو هي درجاتنا في الجنة. الله سبحانه وتعالى لا يضره نحن يضعنا جميعنا كلنا في أعلى درجة في الجنة. شو بده يضر الله عز وجل لو قال يلا يا بشرية ادخلوا الجنة وكلكم اطلعوا على أعلى عليين كما هو المقام المحمود لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما سيضر الله عز وجل، ما يضر، لن يضر الله سبحانه وتعالى أي شيء. الله سبحانه وتعالى أمره كن فيكون، يعني بكل بساطة يستطيع أن يخلق جنة لكل إنسان بكل بساطة. اللي بده يحط فيها كل البشرية جنة واحدة يستطيع عز وجل بكن فيكون أن يخلق جنة كل بشري، إلا أنه سبحانه وتعالى كما قلنا أخذ على نفسه صفات، من هذه الصفات صفة العدل. صفة العدل شو بتقتضي؟ بتقتضي أنه كم أنا نفذت من أمر الله سبحانه وتعالى في اتقائي له، شو بيسوي سبحانه وتعالى؟ يعطيني الدرجة. فكون الله سبحانه وتعالى العادل شو أصبح؟ أصبحت الجنة درجات، وأصبح في كل درجة يوجد جزء من البشرية أو أناس معينين، وكل إنسان كما قلنا اختار هذه الدرجة بأفعاله بتصرفاته بتقوى. فالعبادة إخواني كمان مرة بأذكركم، العبادة لا ينتفع فيها الله عز وجل، نحن من ننتفع بهذه العبادة. لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم عبدوني على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. ما راح تنفع عبادتنا الله عز وجل، عبادتنا إنما هي يعني شيء كأنه ميزان، كأنه كيف ميزان الحرارة، أنا بحرك ميزان الحرارة أنا بإيدي على فين بدي أنا أكون متقي لله عز وجل. لما أوقف أصلي لله عز وجل أنا بقول والله أنا بدي أتقي الله عز وجل 50% 60% 30% 10%، أو مخي بده يتم مشارد في الدنيا، مخي بده يتم مشارد في الدنيا، أو أنا بدي أركز في الصلاة حتى إن أنا أتقي الله، أفهم كل كلمة تقال من القرآن الكريم، كل تسبيحة وكل تكبيرة وكل تهليلة وكل ركوع وكل سجود أكون فيه مع الله عز وجل، وكذلك باقي العبادات. فهذه العبادات إنما وسائل يعطيك إياها عز وجل حتى أنك أنت ترفع ميزان التقوى، حتى أنك أنت ترفع نفسك درجة في الجنة. وكل الأمور الأخرى إخوة، إذا الله سبحانه وتعالى أنعم عليك ببيت تكون فيه آمن، وبطعام تسد في رمقك ورمق زوجتك وأبنائك، ما تريد أكثر في هذه الدنيا؟ شو اللي بدك إياه أكثر؟ هذه الدنيا إلى زوال، وكل شيء بتبني فيه سينهدم لا محالة يوم القيامة، فيه لها أهوال، وكل ما بنى الإنسان في هذه الدنيا سينهدم ويصبح تحت التراب، سيزول كل هذا البناء اللي احنا بنيناه في هذه الدنيا. فإن قمت ببناء شيء يكفيك لتعبد الله عز وجل، ماذا تريد أكثر؟ أتضيع الوقت في البناء؟ يعني أنت بتبني لعين البناء، ولا بتبني عشان تأجر وتكثر المال، ولا بتبني عشان تتفاخر بين الناس وتقول شوفوني يا ناس أنا بيتي كبير، أنا سيارتي جميلة، أنا بيتي مزخرف ومزركش، أنا حديقتي جميلة فيها من كل أنواع الورود. إخواني، إن كنت تزرع الوردة حتى تتأملها وتعظم فيها الله فهنيئا لك بهذه الزراعة، ولكن إن كنت تزرع هذه الوردة في هذا البستان حتى تقول للناس شوفوني يا ناس عندي بستان فيه ورد
فبقول لك تعسا لك، هذا سيكون سبب في عذابك، سبب في عذابك، لأنك ترائي وأسنار جهنم ستسعر أولا بالمرائين، حتى لو كانوا من العباد اللي بيعبدوا الله ولكن يعبدوا للمراءة. شوفوني يا ناس، عشان هيك إخواني انتبهوا ماذا كان في قلبكم عند القيام بالعبادات. وأضيف لكلمة العبادات أيضا المعاملات، يعني أنا لما أعامل الناس أنا شو في بقلبي؟ إذا أنا المعاملة اللي عملت فيها الناس كان في قلبي تقوى، فأصبحت العباد المعاملة عبادة، المعاملة أصبحت عبادة. لأنه في حديث الرسول على سبيل المثال خيركم خيركم لأهله، يعني خيركم في الجنة وأفضلكم درجات في الجنة ما كان خيركم لأهله في هذه الدنيا. إذا أنت كنت عمالك بتحسن لزوجتك عشان تطبخ لك طبخة زاكية، بقول لك انت اخذت الطبخه وانتهى الموضوع. ولكن اذا انت كنت بتحسن لها حتى انك انت تتقي فيها الله عز وجل وتقول لي الله عز وجل يا الله انت استودعتني هذه الامانه في بيتي وانا احسن معاملتي لهذه الامانه حتى انك ترضى عني، سيرضى عنك الله وراح تاكل الطبخه الجميله الزاكيه وراح تطلع درجات في الجنه. عشان هيك اخواني انظروا كيف تكون نياتكم في قلوبكم، شو كان في قلبك وأنت تفعل الشيء، شو كانت نيتك وشو كان هدفك لما أنت فعلت الشيء. فأنا إخواني يعني أتأمل إنه إحنا كلنا نصل إلى درجة الإخلاص في العمل والعبادة. الأعمال والعبادات إخواني وجهين لنفس العملة، في العبادات أنت تنفذ أوامر الله مباشرة، وفي المعاملات أنت تنفذ أوامر الله عبر إنسان آخر. ولكن أيضا إخواني في المعاملات أذكركم وأذكركم وأذكركم أن البشرية جمعاء إنما هي صورة لا تضرك ولا تنفعك أمام الله عز وجل. زوجتك لن تنفعك أمام الله عز وجل، ابنك لن ينفعك أمام الله عز وجل. ماذا سينفعك؟ سينفعك إن عاملت زوجتك ابتغاء مرضات الله عز وجل، سينفعك إن عاملت ابنك ابتغاء مرضات الله عز وجل. فأنت تعامل هؤلاء الناس ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى الصور، انظر إلى خلف الصور. هاي الصورة اللي أمامك مين في وراها؟ يعني الله سبحانه وتعالى نسأل إخوان لما سبحانه وتعالى جعل هذا الإنسان له أبناء وحفد؟ ليه؟ ليش الله سبحانه وتعالى أعطانا القدرة أن الواحد فينا يجيب أبناء؟ ليه؟ أو أنه يجيب زوجة؟ ليه؟ الله سبحانه وتعالى قادر أنه يخلق البشرية من غير ولا شيء، كما خلق سيدنا آدم وكما خلق سيدنا عيسى بدون أب، أو أنه يخلقهم مباشرة بدون أب وأم كما مع سيدنا آدم. قادر سبحانه وتعالى، أمره كن فيكون. إنما سبحانه وتعالى يريد أن يعطيك فرصة من خلال هذا الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى استودعه عندك أمانة عشان أنت تتقي الله عز وجل فيه عشان أنت تطلع في الجنة. فأنا معاملتي لابني كيف أعامل ابني؟ يجب أن يكون الهدف منها إن أنا سؤالي في هذه المعاملة لما أعامل ابني كيف أرضي الله سبحانه وتعالى، كيف أصل إلى مرضات الله. والعكس صحيح، الابن لما يكون فيه له أب كيف بده يعامل أبوه؟ كيف بده يعامل أبوه؟ مش بده يعامله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. سيقول للابن كيف سأعامل أبي فيما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ مش بتطلع على مرضات ابني ولا بتطلع على مرضات أبوي، بتطلع على مرضات إيش؟ على مرضات الله. فإن تحققت مرضات الله تحققت مرضات العبد، تحققت، يعني سيرضى عني أبي وسيرضى عني ابني إن رضي الله سبحانه وتعالى عن تصرفي معهم. لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمرني إلا بإيش؟ إلا بخير وحسن. لا يأتي من الله سبحانه وتعالى غير الخير والحسن. كل ما يأتي من الله سبحانه وتعالى هو خير وحسن. عشان هيك يا إخوان أذكركم دائما عندما نتعامل مع أي إنسان بغض النظر من هذا الإنسان، زوجتي، أبي، ابني، أخي، أختي، أمي، خالتي، عمتي، جاري، أي إنسان، حتى نقول عدوي، حط هذا الإنسان أمامك وتذكر وأنك تتعامل معه
مع مين عمالك تتعامل؟ تتعامل مع الله. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى حدد لك كيف تتعامل مع هذا المخلوق، قال لك عامل هذا الإنسان بهذه الطريقة وبهذه بهذا الأسلوب. واتق الله عز وجل في معاملتك مع عباد الله، لأن خلف عباد الله شوف في الله سبحانه وتعالى بالمرصاد يسمع ويرى. الله سبحانه وتعالى هو السميع البصير. شو يعني السميع البصير؟ يعني كل كلمة منقولها وكل كلمة منسمعها يسمعها الله عز وجل، كل صورة منشوفها وكل صورة بيشوفها أي مخلوق يراها الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا أن نسمع، هو الذي أمدنا بالقوة للسمع والرؤية والنظر. فتذكر أن الصور والكلمات كلها من الله عز وجل، تمر عند الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى بالمرصاد. فهذه المعاملة اللي انت بتعامل فيها الناس هي معاملة لله عز وجل. أنا إخواني يعني من الأمور اللي استغربت لها اليوم، أحد البوستات اللي أجى عندي إنسان يعرض بيته للبيع بنصف الثمن. شو حاطت البوست تبعه؟ بيتي للبيع بنصف قيمته التي يقدرها الخبراء. يعني إذا قدر الخبراء إنه بيته بمئة ألف دينار قديش بده يبيعه؟ 50,000. إذا قدروه بمئة ألف قديش بده يبيعه؟ بمئة ألف. شو حاطت السبب؟ بسبب سوء الجيرة، بسبب سوء الجيرة. فأين المعاملة إخواني؟ أين المعاملة؟ إذا هذا الإنسان بده يفر من جاره، وحتى يفر من جاره شو بده يسوي؟ مستعد إنه هو يخسر نصف قيمة بيته حتى إنه يفر من جاره؟ ولو إحنا إخواني قرأنا حديث اللي بدلنا على كيفية معاملة الجار، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام شو بقول؟ بقول لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني كأنه واحد من أولادي، الجار كأنه واحد من أولادي، والله سبحانه وتعالى بده يكتبه مع الورثة معهم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لستنا عائشة: يا عائشة إن صنعت مرق، يعني المرأة يعني الشوربة اللي احنا بنحكيها في العامية، فأكثري ماءها ووزعي على الجيران. ليه؟ لأنه هذا الجار مخلوق الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيك فيه الفرصة منك شو توصل فيه؟ توصل فيه لتقوى ترتقي فيها درجات في الجنة. إخوان في المعاملة نريد أن نتذكر أنه هذه الصور إنما هي وسيلة، وكل صورة إنما هي وسيلة، والله سبحانه وتعالى طلب منا أن نتقي الله وأن نبتغي إليه الوسيلة. وابتغوا إليه الوسيلة، شو يعني وابتغوا إليه الوسيلة؟ يعني اجعل كل شيء أنا خلقته وكل شيء أنا وضعته أمامك وسيلة تتقيني فيها، حتى لو كانت قطة إخواني، قطة مخلوق بسيط جاء على باب بيتك تستطيع أن تتقي الله سبحانه وتعالى فيها. الله فيها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أنه في رجل دخل الجنة بكلب، وامرأة دخلت النار بإيش؟ بهرة، قطة. يعني كل مخلوق الله سبحانه وتعالى جعله بين إيديك إنما هو وسيلة، نستطيع من خلال هذه الوسيلة أن نتقي الله عز وجل فنرتقي، أو أن نفجر فنسقط من درجات التقوى. وربما كان سقوطنا رهيب وعميق حتى نغمس أنفسنا في نار جهنم. فإن الرحمة والرحمة العظيمة اللي الله سبحانه وتعالى رحمنا فيها إحنا أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، إنه الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذبنا في الدنيا، لا يريد أن يعذبنا في نار جهنم، لا يريد سبحانه وتعالى أن يعذبنا في نار جهنم. وهذا تكلمنا في كلمة الغفور من آيات سورة الملك، تكلمنا في كلمة الغفور وقلنا إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يغفر لنا، ولكن بشرط إيش؟ أن نستغفر الله عز وجل. يعني نقول مع كل هذا التوجه، لو أنا اتقيت الله عز وجل ولو أنا ابتغيت لله سبحانه وتعالى الوسيلة وحاولت قدر إمكاني، لابد أنه تحدث معي حالات أن أنا شو أسوي فيها؟ أخطأ، كل بني آدم خطاء وخير الخطاؤون التوابون، والله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم غافر الذنب وقابل التوب. فالله سبحانه وتعالى لا يحب أن يعذبنا في نار جهنم. عشان هيك إخوان تذكروا من هاي الفكرة البسيطة، أن الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يعذبنا في نار جهنم
ان الله سبحانه وتعالى يعجل لنا العذاب، احنا أمة سيدنا محمد يعجل لنا العذاب فين؟ في الدنيا، في الدنيا. يعني طلعوا يا اخوان، اعطيكم مثال بسيط تتفكروا فيه. يعني لو انا جيت سألت سؤال، او اجى انسان، في اثنين جالسين ودخل عليهم واحد، شو قال لهم؟ قال لهم انا كنت عند القاضي والقاضي قضى علي بالسجن لمدة 10 سنين. واحد منهم صار يبكي، والتاني قام يهلل ويقول الله اكبر الله اكبر وحضنه وعبطه وقعد يبوسه. طب كيف واحد فيهم صار يبكي عليه والتاني فرح له بال10 سنين؟ الاولاني بيعرفش، التاني بيعرف اكتر. التاني بيعرف انه هذا الانسان كان يتوقع له اعدام عند القاضي، او اقلها سجن 40-50 سنة، وهذا البني ادم وصل لحالة اليأس انه راح ياخذ 40-50 سنة سجن على الاقل. يعني كان هيك، فلما وصل للقاضي شو قضى عليه القاضي؟ 10 سنين. فشو سوى؟ فرح له، لانه الشيء اللي وصل له شو ماله؟ اخف بكثير مما كان متوقع. اما اللي حزن ما كانش يعرف انه هذا البني ادم شو كان ماله؟ كان في طريقه انه ياخذ اعدام او 40-50 سنة، ما كانش يعرف فحزن. واحنا يا اخواني في الدنيا، حال المؤمن اللي بيفهم في امر الله عز وجل وعمل الله زي هذا الانسان اللي فرح، واللي بيعرفش في امر الله وحال الله عز وجل زي هالانسان اللي حزن. احنا الانسان اللي بيحزن، اللي ما بيعرف حال الله عز وجل، اذا اكل هواي شو بتلاقيه؟ حزن. ما بيعرف ان الله سبحانه وتعالى عجل له هاي الهواي في الدنيا، لانه شو بده يسوي؟ بده يستره باكثر منها ملايين المرات فين؟ بنار جهنم. انو اهوان ان الله سبحانه وتعالى يغمسنا غمسة واحدة في نار جهنم، ولا يضربنا كف في الدنيا؟ انو اهوان؟ طبعا اخواني كل الدنيا اسهل من عذاب الاخر. ونذكركم اخوان لكم في هاروت وماروت عبرة، لكم في هاروت وماروت عبرة. هاروت وماروت ملكين، الله سبحانه وتعالى اهبطهم الى الارض واخطأوا عندما الله سبحانه وتعالى اعطاهم القدرة ان هم يستخدموا الفجور والتقوى كالانسان، اخطأوا. وفي نهاية الامر الله سبحانه وتعالى يخيرهم اما عذاب في الدنيا او عذاب في الاخرة. ماذا اختار هاروت وماروت؟ اختارا عذاب الدنيا على انه العذاب سيبقى الى اخر الزمان، مش حياتنا 60 ولا 70 سنة، ولا مشكلة بتمر علينا باسبوع اسبوعين، ولا حتى بشهر شهرين، ولا بسنة بسنتين. لا، اختاروا عذاب الى اخر يوم في الدنيا على ان لا يعذبوا ولو بغمسة واحدة في نار جهنم. ليه؟ لانه عذاب نار جهنم اخواني عظيم عظيم عظيم. مين فينا بيستحمل؟ الله سبحانه وتعالى يقول ما أصبرهم على النار. كيف الإنسان بيقدر يصبر على عذاب جهنم؟ كيف ما عرف أنه هذه جهنم يعني عذابها رهيب، عذابها شديد؟ ما عرفوا هذا الإشي؟ كيف هو اختار أنه هو يقبل على نفسه أنه يعذب في نار جهنم؟ عشان هيك حال المؤمن الواعي الفاهم بقول لما الله سبحانه وتعالى يعذبني في الدنيا شو معناه؟ معناه عجل لي العذاب للشيء انا اخطأت فيه في الدنيا حتى لا يعذبني في نار جهنم. فلا يحزن. اما الانسان اللي بيبدا يلطم ويقول ليش انا وليش من فلان، هذا بنقول بني ادم مش فاهم مش عارف. ندعي الله سبحانه وتعالى ان يفقهه ويفهمه في الدين ويعلمه معنى المصائب والابتلاءات، وان المصيبه محبه والابتلاء محبه اعظم. والرسول عليه الصلاه والسلام علمنا وقال اشد الناس ابتلاء الانبياء ثم الصالحين ثم الامثل فالامثل. كل يبتلى بحسب دينه، فاذا كان في دين العبد غلظه كان ابتلاؤه غليظ، وإذا كان في دين العبد رقة كان ابتلاؤه رقيق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا في هذه الدنيا من كل آثامنا وخطايانا وذنوبنا، وأن لا يبقى علينا إثم ولو صغير جدا جدا جدا. ليه؟ لأنه ما سيتبقى، لابد من سداده، لابد منك أنت تسد هذا اللي عليك. نحن لا نريد
أن نسده في الآخرة. يعني أنا أنصحكم أنه ما تأجلوا ما تأجلوا ذنوبكم وخطاياكم ومعاصيكم إلى يوم القيامة، تبرؤوا منها في الدنيا إن كان أمام الله بكثرة الاستغفار بالتوبة والأوبة والعودة لله عز وجل والإصرار على الاستغفار مهما كان الذنب عظيم. إياك أن تقول ذنبي عظيم لن يغفر لي سبحانه وتعالى، إياك. الله سبحانه وتعالى أعظم، قل للذنب يا ذنب ربي عظيم أعظم منك، وأصر صر على الاستغفار مهما كان هذا الذنب عظيم، خليك بإصرار على استغفارك حتى يغفر لك سبحانه وتعالى، وسيغفر لك سبحانه وتعالى. وإن كان ما بينك وبين الله هو حق للعباد، تبرأ من هذا الحق في الدنيا قبل الممات، أعد الحقوق للعباد وإياك وحقوق العباد. وتذكروا إخوان، حقوق العباد تقطع الصلة بيننا وبين الله عز وجل، ومن أعظم الصلات اللي موجودة بيننا وبين الله عز وجل استجابة الدعاء. يعني الله سبحانه وتعالى من شدة محبتنا، الله سبحانه وتعالى لما ندعوه يستجيب لنا، من شدة محبتنا قد ما الله سبحانه وتعالى بحبنا بيستجيب لنا. شو ما بطلب من الله عز وجل يعطيني في هذه الدنيا إلا أن نغمس أنفسنا في حقوق العباد. إذا تجرعنا على حقوق العباد كأني بقول لله عز وجل يا الله أنا لست بحاجتك، أنا أستطيع أن أحضر ما أريد من العباد رغما عن العباد، بالسرقة بالكذب بالغش بالخداع بأي طريقة أحتال على الناس وأأكل حقوقهم. في هاي الحالة كأنك بتقول لله عز وجل أنا مش بحاجتك، فكيف يستجيب لك الله عز وجل؟ إن أنت قلت لله عز وجل بأفعالك مش بلسانك، بأفعالك تقول لله عز وجل أنا أستطيع أن أحضر ما أريد، أن أفعل ما أريد، أن آتي بما أريد، فما حاجتك لله عز وجل؟ عشان هيك بذكركم إخواني بهذا الحديث أقرأ عليكم مرارا وتكرارا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذه المعاني في قلوبنا. الله في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء ويقول يا الله يا الله يا رب يا رب، ولكنه صلى الله عليه وسلم يقول ومأكله حرم ومشربه حرم وغذي بالحرم، فأنى يستجاب لذلك، فأنى يستجاب لذلك. أما إخواني الإنسان اللي يتوكل بالكلية على الله، انظروا إلى حال سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أرادوا أن يلقوا في النار شو قال؟ قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ما قال والله أنا خايف من النار، قال أنا لله عز وجل، ملك الله عز وجل، ما يفعل فيه سبحانه وتعالى أنا أرضى فيه، أنا ذاهب باتجاه الله عز وجل ليفعل الله سبحانه وتعالى ما أرد. فيقول سبحانه وتعالى النار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا حال الله سبحانه وتعالى معنا. إذا أنت كنت واثق بنصرة الله عز وجل يأتي النصر، إن تنصر الله بإيمانك وتوكلك وتقواك لله عز وجل ينصركم الله، إن تنصروا الله ينصركم. حتى إن الله سبحانه وتعالى ينصرنا لابد من التصديق الكامل أن الله سبحانه وتعالى سيتولانا. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شو بقول لنا؟ بقول لنا والله لو أنكم توكلون على الله حق توكله، لازم تكون مصدق متوكل بالكلية من داخل قلبك، لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. أمر الله عز وجل، هذا أمر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يريد أن يدبر أمرك، ولكن لابد أن تقبل من الله التدبير. كيف سيدبر لك سبحانه وتعالى أمرك رغما عنك؟ هذه ليست من صفات الله عز وجل ولا ما نعرف عن الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لن يدبر أمرك رغما عنك. الله سبحانه وتعالى سألك وقال ألست بربكم، وش قلنا؟ بلى، الله سبحانه وتعالى رب العالمين، مدبر أمور العالمين أجمعين، ولكن للتدبير لابد من الموافقة، إن أنا أقول لله عز وجل أنا أقبل يا الله التدبير. ولا يصح إني أقبل من الله عز وجل التدبير من جهة
ومن جهة تانية شو بسوي؟ اكل حقوق العباد. ما بنفعوش مع بعضيهم، ما بيركبوش مع بعض. اما انك انت بتقبل التدبير وتستنى تدبير الله عز وجل، او بتقول انا ما بديش استنى التدبير وبدي اسوي الشغل بايدي، انا لحالي بدي اروح اسوي الشغل. واني بذكركم ابانا واجدادنا يعني شافوا هذه الامور اكثر منا بوضوح اكثر. هلا فاضي المال، فاضي المال، يعني بطلنا نشوف هذه الامور، ولكن ابانا واجدادنا يعني لما كان يصل فيهم الحال انهم خلص اتسكرت الابواب قدامهم ويبقوا على تقوى الله عز وجل. يعني احنا بنعرف اخواني لربما كبار السن اذا بيرجعوا لطفولتهم لربما بيلحقوا هاي الفتره. اذا جاء العيد وكانت ايام فقر قبل 40 50 سنه كانت فقر جدا، فقر مدقع. لما ياتي العيد ويجي الاب بده يشتري، احنا كنا نشتري الملابس من العام للعام من العيد للعيد، هذه كانت الشيء اسمه فرحتنا في العيد اعظم بكثير من فرحه اولاد اليوم. ليه؟ لانه احنا كنا محرومين من النعمه ونلاقيها في العيد. يعني كان العيد فيه له معنى. اليوم الشغله اللي بتجي في العيد بتجي كل شهر او بتجي كل اسبوع، يعني ما في هاي الفرحه اللي كانت موجوده عندنا في العيد. يعني لما كان الطعام اللي يوضع في العيد بنسميه اكل العيد، اليوم كل يوم السفره مالها فيها مثل اكل العيد اللي كنا ناكله او حتى يمكن افضل. فكان في لها معنى. ولكن اخواني بدي اذكركم انه في هاي الفتره قبل 40 50 سنه، لما بدناش نروح بعيد كثير، لما كان ابونا على سبيل المثال يضرب كل الابواب عشان يجيب شويه مال يشتري لنا فيها ملابس العيد، ويوصل لمرحله انه كل الابواب تغلق ما فيش، وشو نقول له شو الوضع؟ يقول احنا متوكلين على الله. باخر لحظه اخواني يطرق الباب، باخر لحظه قبل العيد بنص ساعه ولا بساعه في الليل يطرق الباب وياتي الرزق من عند الله عز وجل. اللي عاشوا هاي الايام بيعرفوها، ولادي اليوم اكيد ما بيعرفوهاش لانهم ما عاشوها، الكبار بيعرفوا هذا الحال. فاذا انت كنت محشور لامر عند الله عز وجل وبقيت صامد على امر الله عز وجل وما مديت ايدك للحرام، في اللحظه المناسبه شو بتلاقي؟ فتحت شبابيك الفرج كلها مره واحده، ابواب الفرج كلها فتحت امامك مره واحده. ليه؟ لانك انت بقيت على العهد امام الله عز وجل انك انت ما تغير وما تبدل اي شيء في تقواك لله عز وجل. عشان هيك اخوان بذكركم وبذكر نفسي، وان شاء الله سبحانه وتعالى ينفعنا واياكم بالذكرى بتقوى الله، واوصيكم بها، واوصيكم بتقوى الله، مش كل يوم، لا، مع كل حدث، مع كل ساعه، وعند الضروره بكل دقيقه، وعند الضروره بكل ثانيه، اسال نفسك كيف لي ان اتقي الله في هذه اللحظه؟ اسال نفسك وابحث عن شيء يرضى به الله سبحانه وتعالى عنك في هذا التصرف. يعني دور على إشي الله سبحانه وتعالى يرضى لك إياه في هذه اللحظة، في هذه الدقيقة، في هذه الساعة، في هذا اليوم يرتضيه سبحانه وتعالى منك، وافعل هذا الشيء. وإياك والخوف أن لا يأتيك رزقك من الله عز وجل. ما تخافوا على أرزاقكم، أرزاقكم من عند الله. ولو افترضنا أنه اشتدت الدنيا عليكم، اشتدي أزمة تنفرجي في اللحظة الأخيرة، ستنفرج هذه الأزمة. وفي كل لحظة صبر أنت صبرت فيها على الأزمة لك أجر عظيم عند الله عز وجل، أجر الصبر، وهذا من أعظم أجورنا عند الله عز وجل، أجورنا على الصبر. أذكركم بقول الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حظ الصابر عظيم جدا عند الله عز وجل طالما إنه هو صبر على أمره وحاله. ومهما كان أمره صعب إخواني، هاي الصعوبة والشدة اللي موجودة في اللحظة اللي أنت عايشها ستمر وتنتهي. خلص مرأة الشدة ومرأة الكرب ومرأة الهم،
ومراء الغم وأصبح ذكرى. وكثير مرات إخواني نحن نتمتع بتذكر اللحظات الصعبة أكثر بكثير من تمتعنا بتذكر اللحظات السهلة والجميلة. يعني لربما تذكرنا موقف كنا في جياع أو ضعاف أو في خوف وبدأنا نفرح إنه إحنا صبرنا في هذا الموقف، نفرح في فرح عظيم في تذكرنا لهذا الموقف على صبرنا لله عز وجل أكثر بكثير من المواقف اللي كنا نضحك فيها ونفرح فيها لما كانت الدنيا مفتوحة أمام. وأنا سأكتفي بهذا المقدار وندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعالي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا وشافي جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم يا مولانا أحدا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير، بارك بأعماركم إن شاء الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، واعف عني يا الله. بسم الله.